اجيك بالبيت ادمر وجهك، وهو ادمر وجهك. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن شخصيات ظهرت في سلسلة Grand Theft Auto، أو زي ما يعرفها البعض بسلسلة GTA V، وأيضا ظهرت في Red Dead Redemption 2. بكل بساطة راح نذكر بعض الشخصيات اللي ظهرت في سلسلة GTA وأيضا ظهرت في Red Dead Redemption 2، فيلا نخش في المقطع. طيب بداية، زي ما قلت سابقا، أتوقع بنسبة جدا كبيرة أنه في صلة واتصال وعلاقة بين عالم GTA وعالم Red Dead Redemption 2 من عدة نواحي، واحد هذه النواحي هو ظهور بعض الشخصيات المعروفة في العالمين. طبعا أول شخصية ظهرت في GTA V وظهرت الآن في Red Dead Redemption 2 هو مايكل دي سانتا. طبعا وجود مايكل دي سانتا في عالم Red Dead Redemption 2 هو لغز، ولازم تحل هذا اللغز عشان تعرف مكان مايكل دي سانتا. وطبعا حنا سابقا نزلنا مقطع كامل نحل هذا اللغز، وفعلا حليناه بشكل كامل وتوصلنا للتالي، انه مايكل دي سانتا راح يكون هذا الشخص زي ما تشوفون. طبعا البعض ممكن راح يشكك في الموضوع وما راح يصدق في انه هذا الشخص هو مايكل دي سانتا، لكن خذوا بعض الأدلة الواضحة جدا. اول دليل قوي، نيد لوك مؤدي شخصية مايكل دي سانتا نزل صورة في حسابه على الانستغرام، وهذه الصورة راح تشوف فيها قبعة معينة، وهذه القبعة يعني شكلها رهيب ويونيك، ويعني كأنه نيد لوك قاعد يلمح على شيء معين، كأنه يقول ترى هذه القبعة هي قبعتي، او القبعة للشخصية اللي انا سويت الموشن كابشر لها. ولو نرجع لخوي اللي قبل شوية، راح تلاحظ ان القبعة هي نفس القبعة اللي نزلها نيد لوك في حسابه على الانستغرام. الدليل الثاني، نوعا ما في تشابه في الملامح والشكل ورسم الوجه، لو تلاحظون التشابه جدا جدا واضح. إضافة إلى أنه لو تلاحظون جلسة هذا الشخص جدا جدا مشابهة لجلسة مايكل دي سانتا المشهورة والمعروفة. شوفوا هذا الفيديو معايا. Oh, excuse me. I'm late for a meeting. Hey, enjoy the rest of this. طبعا اللي راح يقطع الشك باليقين وراح يأكد لنا بنسبة 100% انه هذا الشخص هو مايكل دي سانتا بطل جي تي اي في راح يكون التالي. You wanna know where I am in Red Dead? Dude, that's a mystery. You gotta find me. But I will tell you this. If you like moonshine, it's not a bad place to look. And remember, you forget a thousand things every day, pal. Make sure this ain't one of them. Danville Kid! Boom! Let's go! ولو تلاحظون يا لهبيين، هذول الأشخاص قاعدين يصنعون مونشاين أو خمرة، يعني فعلا تم حل اللغز بنجاح وتم حله بشكل كامل، وكان حلنا السابق اللي في المقطع السابق كان صحيح. طبعا حنا قلنا انه هذا الشخص هو مايكل دي سانتا بدون ما يلمح لنا مؤدي الصوت، ابدا ما لمح لنا، مع ذلك حليناه وحلنا طلع صحيح بنسبة 100%، وتأكدنا من هذا الشخص عن طريق كلام مؤدي شخصية مايكل دي سانتا. فبرافو عليكم يا لهبيين يا اساطير. الشخصية الثانية راح يكون تريفر فيليبس، وتريفر فيليبس راح يكون في الابلوج وتحديدا في مهمة اسمها Old Habits، وتريفر راح يظهر في Red Dead Redemption 2 في هذه المهمة، وكان يتنمر ويتضارب مع المزارعين أصدقاء جون مورستين وكان يآذيهم. أبغاكم تركزون على الصوت يا أخوان، تعالوا نشوف سويا. Leave him alone. Oh, careful, boys. Careful. Yeah. Look at this tough guy. Get out of here. How fancy pants get, he's paying you to be tough for him, huh? No, he's paying me to keep the place clean. Oh. Said he had some problems with vermin.
Oh, listen to this. Real funny. زي ما شفتوا الصوت جدا جدا واضح ويقول لنا انه هذا الشخص هو تريفر فيليبس، وايضا نوعا ما التشابه في الوجه والملامح وايضا حركات الجسد والموشن كابشر للشخصية تشابه جدا حركات تريفر فيليبس في جي تي اي في. طيب عشان نتأكد أكثر تعالوا نسمع صوت تريفر في جي تي اي في ونسمع صوت تريفر في ريد ديد ريديمشن 2. تعالوا نشوف. Cousin Trevor, I thought we was family. But please just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that boy? No one, my sweet. Hey, by any chance did you catch crabs at that conference? Floyd! I heard that those conferences are regular little fuckfest, huh? Guy, come in. I'd like you to leave right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah. With leave him alone. Oh, careful, boys. Careful. Yeah. Look at this tough guy. Get out of here. How fancy pants get, he's paying you to be tough for him, huh? No, he's paying me to keep the place clean. Oh. Said he had some problems with vermin. Oh, listen to this. Real funny. الشخصية الثالثة راح تكون جون المهايطي أو زي ما يعرفوا البعض بأبو قبعة الراكون. طبعا هذا الشخص راح تحصله في حانة الفالنتاين وراح تحصله يعني دايما دايما بشكل سلبي يتكلم عن الهنود الحمر ويتكلم عليهم بكلام جدا قذر، وإذا زودتها معاه بشكل كبير راح يقوم يتضارب معاك وراح يبكسك تبكيس. ايضا نفس هذا الشخص ظهر في لعبة جي تي اي في وراح يكون هذا الشخص زي ما تشوفون. You lucky boy. You real lucky. Why? I thought you was a squatch. Nearly pull a bullet in you. Made my goddamn fortune. A what? A Sasquatch. Man, you believe in that bullshit? I spent 8 years combing these woods. I've seen one. Damn! I could have sworn! They're clever bastards! Some of them wear orange so that people will think they're hunters! Let's go this way! Sasquatches, huh? طبعا اسمه في جي تي اي في هو السانس واتش هانتر. طبعا لو تلاحظ راح تشوف التشابه الكبير جدا بين القبعتين للاثنين، القبعة لجون المهايطي وهذا في جي تي اي في، القبعة جدا جدا يعني متشابهة. وايضا كلا الشخصين لو تلاحظون فقدوا عين من اعينهم، كلاهما فاقد عين من اعينه سواء كان جون المهايطي او هذا الشخص، كلاهما بدون اي عين يسرى. وايضا بنسبة بسيطة جدا لو تلاحظون كلاهما ايضا عنده لحية. طبعا التشابه بينهم جدا جدا موجود وواضح. الشخصية الرابعة راح يكون فرانسيس سينكلير. طبعا فرانسيس سينكلير لما تيجي عنده أول مرة راح يطلب منك إنك تجيب نكشات على أحجار، طبعا آرثر راح يساعده وراح يجيب له إياها. طبعا لما آرثر رجع له للمرة الثانية راح يحصل فرانسيس سينكلير طفل صغير. طبعا من الرسمات الموجودة في غرفته تقدر تقول انه متنقل عبر الازمنة وتقدر تستنتج هذا الشيء بسهولة، لكن موضوعنا انه لو تلاحظون على وجه فرانسيس سينكلير راح تحصلون وحمة على وجهه. طيب ايش علاقة فرانسيس سينكلير بجي تي اي في؟ طبعا زي ما تعرفون جميع الأشخاص اللي عندهم وحمة على وجيههم هم ينتسلون من سلالة كراف، وكراف هو المعبود والإله لموضوع الإبسلون والإبسلون بروغرام في جي تي اي في. فالأمر رح يكون واحد من اثنين، يا أنه فرانسيس سينكلير هو كراف فعلا، هو أصلا كراف اللي بدأ مشروع الإبسلون، أو أنه فرانسيس سينكلير ينحدر من سلالة كراف. لأنه زي ما عرفنا سابقا في مقطع حل لغز التنقل عبر الأزمنة، أحد معتقدات الإبسلونز يقول إنه أي شخص في وجهه وحمة راح يكون من سلالة كراف. إذا تبغى تفهم في الموضوع أكثر خش على المقطع اللي راح يظهر لك في علامة التعجب الآن.
الشخصية الخامسة. طبعا الشخصية الخامسة شخصية نوعا ما غير معروفة عند البعض، لكن هذه الشخصية موجودة في GTA 4، لكن تم ذكرها في Red Dead Redemption 2. طبعا في Red Dead Redemption 2 تحديدا في جزيرة غوارما، لما يتم القبض على أفراد العصابة، وتحديدا لما العسكريين يسألون داتش عن اسمه، داتش راح يقول التالي: Gentlemen, this is quite a welcome. Who are you? Senor, por favor, we are no one. What's your name? Aiden O'Malley. Is that so? What are you doing, Mr. O'Malley? طيب الاسم اللي جاء في بال داتش على طول هو ايدن اومالي، وايدن اومالي في GTA 4 هو قاتل ايرلندي معروف، وهو هارب من العدالة ومطلوب ايضا للعدالة، وعلى نيكو بيليك انه يمسكه ويقتله، وفعلا نيكو بيليك راح يطارده الين حافة جبل. نيكو get ready dear old Aiden. ومن هنا تم قتل ايدن اومالي. طبعا داتش مو فقط استخدم اسم ايدن اومالي من اجل انه يتهرب من العسكر، بل انه لو تلاحظون نهاية الاثنين جدا جدا متشابهة. ايدن اومالي قتل على حافة الجبل وبعدها سقط من حافة هذا الجبل، بينما في الجهة الأخرى داتش انتحر من حافة الجبل وقفز من حافة الجبل زي ما تشوفون. طبعا نوعا ما في تشابه بين الشخصيتين ولو انه بسيط، لكن في تشابه. الشخصية السادسة والأخيرة راح تكون داتش نفسه. طبعا داتش فعلا وحقيقة موجود في لعبة GTA سان أندرياس، وراح يكون أحد المارة أو أحد المواطنين اللي يمشون في الشوارع، وتحديدا راح يكون هذا الشخص. تعالوا نشوف سويا. Loyalty, Arthur, it ain't. I had a goddamn plan. Ooh. There's only one way to solve this. Please forgive me. You have forfeited the rules of fair play. Oopsie daisy. I am prepared to fillet you. Hi, yo bitch. Reason obviously won't work here. Take care. Do you like dancing in the dark? No. Don't do anything I wouldn't do. I can scrap. No broken bones. Oh! You have forced me into action. I'll blow your head off if you don't stop. زي ما شفتوا اتوقع 100% تأكدتوا انه هذا الشخص فعلا هو داتش، لانه صوت جدا جدا واضح، واضح ايضا انه صوت داتش. طيب هذه هي الست شخصيات اللي ظهرت في Red Dead Redemption وظهرت في سلسلة GTA. طيب يا لهبين، شاركونا آراءكم في خانة التعليقات، إيش أفضل شخصية عجبتكم من الست شخصيات؟ وأيضا قولوا لي هل تعرفون شخصيات ظهرت في عالم Red Dead Redemption وظهرت في سلسلة GTA؟ شاركونا آراءكم في خانة التعليقات يا لهبيين. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن ندمر لكم الجبهة، ولا أقول لكم حطوا لايك لأدمر لكم وجهكم زي خوينا ذاك. يلا سلام عليكم.